من الترندز اللي كانت حديث عدد كبير من الناس على السوشيال ميديا كانت حفلة زفاف بنت الفنان أشرف عبد الباقي، واللي اتعمل الأسبوع اللي فات بحضور عدد قليل جدا من أصحاب أشرف عبد الباقي والمقربين، وكان من ضمن الحضور الفنان شريف منير. يمكن أكتر حاجة صدرت الترند في الفرح كان رقص وغناء أشرف عبد الباقي مع بنته على أغنية مدحت صالح بنتي وحبيبتي، وكمان الأغنية الكوميدية اللي عملها أشرف عبد الباقي مخصوص لبنته وبتعبر عن فرحته بيها. وكان أشرف عبد الباقي عرض الفترة اللي فاتت مسرحية كنز الدنيا مع عدد من الفنانين من زاوية الهمم، والمسرحية اتعرضت على يومين ولقت رد فعل كبير جدا من الفنانين والوزراء والإعلاميين اللي حضروا العرض، ومن المفروض ان المسرحية تتعرض الفترة الجاية على واحدة من القنوات الفضائية.